بكره ان شاء الله كمان في قرعه تصفيات كاس العالم، واكيد كلنا كمصريين قاعدين مستنيين مترقبين يا ترى وضعنا في القرعه هيكون عامل ازاي وهيودينا فين. مبدئيا احنا في التصنيف الاول، يعني هنكون على راس مجموعه، وبالتالي هنتجنب تماما منتخبات السنغال والمغرب والجزائر وتونس والكاميرون ونيجيريا وكوت ديفوار، يعني طبعا كلها منتخبات قويه جدا، واكيد المنافسه معها مش هتكون سهله باي حال من الاحوال، لكن وارد برضو الامر ما يخلاش وارد جدا ان احنا يقع معانا في التصنيف الثاني منتخب زي جنوب افريقيا او منتخب غانا او الكونغو، وبرضو ما هياش منتخبات قليله، دول اقوى ثلاث منتخبات في التصنيف الثاني. وغانا تحديدا طبعا يعني. اقوى ثلاث منتخبات في التصنيف الثاني، يعني في كل الاحوال مصر لو بعدت عنهم اكيد هتكون فرصتها كبيره ان هي تكون ان شاء الله في كاس العالم. عشان كده بنتمنى من الجهاز الفني ومن مستر روي فيتوريا انه يبتدي من دلوقتي يحط استراتيجيه شامله وكامله مع اتحاد الكوره بشان فتره الاعداد للمنتخب هتكون عامله ازاي، هنلعب من خلالها مع مين، الوديات مع مين، هتكون المعسكرات امتى وفين والفتره الزمنيه قد ايه، لان خلي بال حضراتكم الوقت يتقال عليه ضيق جدا بين بدايه التصفيات وبين نهائيات كاس الامم الافريقيه في مطلع العام القادم. اكيد بنتمنى للفراعنه كل التوفيق ان شاء الله. كل التوفيق ليهم. وفي بص بعض الافكار كده برضو اللي بتيجي على بال الواحد واللي بنسمعها، يعني ليه ما يكونش في، حتى انا كنت بتكلم معاك قبل الهوا في دي لو انت فاكر في النقطه دي، ما كنا بنتكلم ليه ما يكونش في مثلا اقتراح بسيط، يكون في اجتماع بين مثلا فيتوريا وميكالي طبعا مدرب المنتخب علشان يتكلموا، او عشان فيتوريا تحديدا يضم بعض عناصر المنتخب الاولمبي في التصفيات بناء على طبعا ترشيحات ميكالي. بحيث خليني اشرح اكتر ان انت بتعمل ايه يا كريم، تعمل تجهيز للعيبه للاعبنا للاولمبيات، يعني بتجهزهم للاولمبيات وبتديهم خبره اللعب كمان مع المنتخب الاول، لان دي المشكله الاساسيه اللي احنا كنا بنتكلم فيها او يعني مستمره معانا، ان انت المنتخب الاولمبي بتاعك مش كلهم عندهم الفرصه ان هم بيلعبوا باستمراريه مع الفرق الاولى في الانديه المختلفه، فدي يمكن شويه بتؤثر على الاداء بعد كده، انت لما تيجي تصطدم بكره مختلفه عنك تماما ربما بيبقى في جاب، فانا ليه ما اعملش ده؟ يعني اعتقد ده لو تم هيتم اكيد بشكل مدروس برؤيه ممكن تكون فنيه دقيقه جدا عشان يدمج العناصر اللي هي الصغيره مع اللاعبين الكبار. ده مقترح، يعني اعتقد ده ممكن يكون مفيد في اكتر من حاجه كمان، لو احنا هنتكلم فكره ان انت تستعين بالعناصر المميزه وتجهزهم لاولمبياد باريس عشان ما نجيش بعد كده نقول اصل احنا اصل ما كانش اصل ما لحقوش، الكلام ده كله بتهيألي نتمنى، يعني نتمنى في موسم ما ان احنا ما نسمعوش. تدعيم صفوف المنتخب الاول بعناصر صغيره في السن واعطائهم الفرصه اكتساب كمان العناصر دي لخبرات مهمه اعتقد امر لابد منه، لابد منه، ده لو حصل اعتقد برده هيكون في يعني اطار تنظيمي وهيبقى ليه انعكاسات طيبه جدا على المنتخب الاولمبي. فمقترح يعني اعتقد ان الاقتراح ده تم بالفعل بموجب الصوره اللي كانت معروضه جنبك وانت بتتكلمي، انت كنت مركزه في الكلام. ده لقاء هل تفتكر يعني فعلا اكيد بقى بدايه او هنقول ارهاصات للتنسيق المشترك ما بينهم، لان طبعا الطلب ده مشروع جدا ومنطقي جدا، واعتقد ان هم اكيد واخدين بالهم من اهميه حاجه زي كده.